السلام عليكم موسم لين جعلكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون فك جهاز اطلاق اللهيب الاسطوري اللاعب ماهر او العين الحمراء. فزي ما انتم شايفين هذا هو جهاز الاطلاق الخربان اللي احنا ما نحتاجه. طبعا اوصل خربان يعني احنا حتى حنوريكم من فوق جهاز اطلاق. وهذا جهاز اطلاق كويس، هذا حق القديم وهذا حق عبد الرحمن اللي امس فتحناه. اللي ما شاف فتح يروح شوف، احنا امس رحنا جوله يعني في محل العاب وبرضه فتحنا جهاز اطلاق، فاللي ما شاف يروح شوف المقطع كان جدا اسطوري. انا اشوف شباب يا شباب خربان، لا حد يقول في الكومنتات اعطونا هو لانه خربان. فحنفك جهاز اطلاق وحنفك اللاشر قريب كمان، بس قبل نبدا شيخ نافع على جيست امبارح اضغط زر اللايك عشان تدعمونا، واهم شيء ضغطك على زر اللايك. وقف المقطع اضغط زر اللايك ارجع المقطع مره ثانيه، ما حيصير شيء بس حتدعمنا. ما حيصير اي شيء شباب، ما ياخذ منكم ثانيه، سوي كذا طق 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 طق. شباب اللايك والله مهم شباب، اذا ما انت مشترك في القناه اشترك وقدر التعب اللي احنا قاعدين نسويه عشانكم، برضو اللايك والله مهم شباب. فزي ما انتم شايفين اللانشر قريب من يوم ما تفكوا فيه له هذه الاشياء، هذه حاجتين تفك طبعا. هذا تباع، تخيل شباب تباع منفرده في الصين وفي اليابان كذا. يابا يابا توقع بالوان مختلفه لها كذا ممسك شباب، الممسك اللي يبيعوه توقع ب 20 ريال الى 15 ريال، مره مريح شباب كذا تحسوه يعني مطاط كذا او شيء زي كذا. مطاط يا تمسكه كذا تحس ما تبي تسيبه. فزي ما انتم شايفين انا من هنا فكيت المسامير عشان بسرعه شباب. شوف كيف بس اجي اسوي كذا، المفروض انه ينفك حبيب. اوكي ايش رايكم عشان ما نطول المقطع عليكم، نوقف المقطع نفكه ونرجع لكم. اوكي شباب القريب هذا ما يبي ينفك، وفي نفس الوقت طيحنا المسمار من نفس المفك. والله ما ينفك شاب، مرة قاعد نوق احاول قاعد احاول وفي نفس الوقت لو سويته حكسره والله شباب. انا عرفت هذا شو، هذا هو نفسه هذا لكن هذا اثنين من هذا. يب بس هذا واحد هنا، فهذا هو اللانشر قف. الحين خلينا نروح لجهاز الاطلاق. طبعا جهاز الاطلاق شوف ما فكرت المسمار الحين، خلينا نفك المسامير وارجع لكم نفكه قدامكم. شباب انا قاعد قبل شيء في امان الله عبد القادر قاعد افك اليد نحطه في جاني، كلنا الجوال هنا قاعد يشحن شويه، انا قلت ليه ما امسكه واحاول اني افكه. ترى في شيء باين في التصوير شباب. فانا ايش سويت؟ جيت وقعدت الف 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 لين ما انفك وفكيته. ريسبكت. فكيت المسامير اللي هنا، الحين خليني بس اسوي كذا هذا وارجع الجنب عشان تشوف صح. طبعا دام انه قاعد يطيح وانا قاعد اركب. شوف اول شيء خلينا نبدا باكثر جهه انتم متحمسين اللي هي هذه الجهه. طاح مره ثانيه اللي هي هذه. طبعا ذا ينفك وعادي كمان ينفك. قلت لكم انه هو ذا ينفك عبد الرحمن اليد نفسها. يب ينفك مو راضي ينفك والله. خلينا الحين نفك لكم جهاز الاطلاق نفسه ويبدا الحماس. شوف دقيقه. واو جهاز الاطلاق هذا لازم ينفك. هذا كيف خليه في الاخير، في نهايه المقطع راح نوريكم هذا الشيء. فتابعوا المقطع الاخير. شوف الحين كيف شباب، شوف هذا الخربان. طبعا شوف كيف من هنا. وات حتشوف هذا اصلا كيف طالع. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو جهاز الاطلاق من الداخل. واو من جد واو شباب، والله حلو كذا تحسوه شيء متعوب عليه. هو اصلا في الاخير جهاز اطلاق يعني. شوف في كم شغله جوا عشان انت بس حضرتك تسوي كذا. شوف كيف، شوف في كم شغله تدور هنا، انت تسوي كذا وهذا كله يشتغل. فشوف كيف. ايوه شباب اللي يسال امس ايش هي الكور اللي جوا او المحاور اللي هي هذه اللي قبل شيء عبد القادر طيح. هذه شباب شوفوها، هذه اللي انا قلت لكم امس لا تقعد تدوروا كثير في اليد. مغبر يا شباب شوفوا كيف. هذا شباب شوفوا، هذا لا تقعد تدوروا كثير عشان هذا حيتكسر. طب هذا لو تكسر اليد ايش حيصير؟ طب هذا مو مكسر وانا الثاني. الثاني كان هنا وانكسر. يب انكسر من كثر التكسير. طبعا لو انتم كسرتوا شباب ايش حيصير؟ اول حاجة اليد حتصير تعلق، يعني حتصير كذا ترمي بعدين تسوي بعدين رمي البلبل ويرمي ضعيف مرة. هذا بعض الأجزاء دي كأني ماسك ساعة شباب، والله كأني دحين قاعد ألعب بساعة. شوف طبعا ده ما أدري مزيت من هنا. شوف من هنا طبعا أنا قلت للمتابعين اللي في الانستغرام إنه طبعا في جروب المونسترز إنه أنا بروح شريط جديدة، وكلهم عرفوا اللي في الجروب بالذات ووريتهم هذه اليد الخربانة. فزي ما انتم شايفين
ركبته قبل شوية كلكم شفتوا. طبعا هذه بعض القطع، هذا الشيء اللي هو هنا في المنتصف الأسود، وهذا اللي هو من هنا، وبس والله هذا هذا ما ينفق طبعا. فبس اللي كان عنده فضول يشوف ايش داخل جهاز. لا اوكي خلينا نشوف هنا ايش فيه. لما نرجع في عادي ايش هذا ما ترفع. اوكي اتوقع انه تبدل بعدين تيجي تسوي كذا شيء يقوم هذا تبدل اللي راح يمين ولا اللي يجي يسار. هم بس نزله شايفين كيف. اوكي شباب بس كده. فزي ما قلت لكم انه هو مرسوم عليه رايت وليفت زي ما قلت لكم شايفين. هنا رايت هنا ليفت، اللي يتحرك هو الاسود اللي يكون موجود هنا كذا تجي كذا كذا هو فيه فراغ كذا. فزي ما تشوفين هذا هو جهاز الاطلاق. فكنا لكم كل لا حد يفك شباب، لا حد يسوي هذه الحركات، حنركبه حنحاول يعني نسوي في اي شيء ما نحتاجه احنا خلاص. ايوه حنحطه توقع زي زينه ونحطه في الدولاب بعدين نروح نطلعه ونوريكم هو بعد 90 سنة يمكن في جزء السوبر كينج او في جزء الجي تي. اذا كملنا شباب جزء السوبر كينج انا مفكر في هذا الاوقات هذه اني اغير محتوى القناة خلاص يعني. ممكن انا حرفيا شباب بحاول دحين اسوي كم شغلة اني اغير محتوى القناة، بس مو من هذا الجزء. ممكن نكمل جزء التيربو كامل بعد جزء التيربو اذا ما وصلت للشيء اللي انا في بالي، اذا ما وصلت للرقم اللي انا ابغاه ممكن اغير محتوى القناة. شباب لو نحن وصلنا للجي تي وما كنا 100,000 مشترك. لا لا سؤال، اذا خلصنا جزء الايفوليوشن وما وصلنا 50,000 من جد حسيت شيء ثاني شباب والله. لا لا على نص التيرم لانه الايفوليوشن دحين يخلص خلاص قريب. باقي كم حلقه؟ لا كيف كم حلقه؟ ايوه يعني بس باقي حلقات قليله يعني. لا ما توقعت والله شباب باقي حلقات كثير، باقي اتوقع اكثر من 6 شهور. لو جاء نص التيرم وما وصلنا 50,000 لا مو نص التيرم شباب على نهايه الايفوليوشن. انا قلت اول شباب حتى صرف مقطع اذا ما وصلنا 50,000 مع نهاية الليفليوشن من جيح اقفل القناة شباب. والله من جيح تعبنا اشترك سنة ونص القناة لانه سنتين. نحن لو تعرف كم دفعنا، بس انا ما بقول كم دفعنا على القناة هذه بس، ولين دحين ما اخذنا الارباح الاولى ما اخذنا ولا شيء شباب. لين دحين ما اخذنا لين دحين نحن بس قاعدين ندعمكم عشان انتم تشوفوا. فشايفين شباب كيف؟ فلو انت ما انت مشترك في القناة اشترك. وكمان شباب تعرف ايش اللي يصدم اكثر؟ لما اروح احصائيات القناة الاقي اكثر من نصكم 58% مو هم مشتركين، واللي مشتركين بس 40%. قاعد تتابع مقاطعنا كل يوم، يمكن مرتين في اليوم تتابع مقطع لنا وما انت مشترك ليش يا اخي؟ والله يا شوف اذا ما عندك حساب روح اشترك، يقول لك سوي حساب. الحساب روح عند اي اخو من اخوانك او اخت من اخواتك وقول لهم ابى حسابكم، يحطوا لك حسابهم خلاص بدك تتفرج وتشترك. والله عشان تدعمنا يا اخي، ادعمنا يا اخي. احنا والله قاعدين نتعب، شوف فكيناكم جهاز اطلاق عشانكم، واحنا ما كنا نوفقكم الحين هذا ايش ركبوا، بس احنا ركبوا ما عليكم، بس فكيناه عشانكم، فكينا بدل مره كثير عشانكم يا اساطير يا جيش المونستر. ورانا بعد ما نخلص الفيديو ورانا ساعه نطق ساعه عشان نركب الاشياء هذه كلها فبس هذا اللي عندنا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا لنا في الكومنتات ايش رايكم في قطع جهاز اطلاق الماهر جهاز اطلاق العين الحمراء. وصلنا للختام، سلام. انتظروا مرتين يعني ممكن يتاخر شباب بس يعني انتظروا دبل. فكمان ترقوا مقاطع جياحكم مقاطع جدا اسطوريه شباب. تعرفوا ايش بقول؟ واكتبوا لي تحت هذا الختام حق مين. والسلام على صلاح في الكرام.